التقني غادي يدوز عندنا المسلك ديال العلوم الفيزيائية. لأن نتتبع اليوم انطلاق إجراء امتحانات البكالوريا التي تتم وفق نمط الأقطاب اليوم القطب العلمي والتقني، وهذه تتميز هذه السنة بارتفاع عدد المترشحين بتقريبا 18%، حيث يتجاوز عدد المترشحات والمترشحين الأحرار والرسميين 37,000 بالجهة في جهة 8 ملال خنيفرة، موزعين تقريبا على 117 المركز، ويشارك في يعني في مراقبة الإجراء أكثر من 8,000 أستاذ وأستاذة مشكورين. إذن أيضا تتميز هذه السنة بارتفاع عدد المترشحات اللي كيبلغ 53% مقارنة مع المترشحين الذكور، ثم أيضا ارتفاع المترشحين في القطب العلمي والتقني اللي كيشكلوا اليوم 61%. العمومية ظل هو الغالب يعني على هذه الاستحقاقات على مستوى جهة 8 ملال خنيفرة، بحيث يشكل 94% مقابل 6% فقط للخصوصي. إذا قلت بفضل دعم السلطات الأمنية ومواكبة السلطات الترابية وأيضا خيرات الأطر الإدارية التربوية، انطلق اليوم الأول في ظروف جيدة، ويبقى أهم حدث هذه السنة أنه إن شاء الله سيتم توصل الناجحين في هذه الاستحقاقات بشهادات البكالوريا موقعة إلكترونيا وهي لأول مرة، مما سيتيح لهم استثمارها في مجموعة من الاستحقاقات ما بعد البكالوريا، الاستحقاقات التي تتيحها الإدارة الرقمية. الاسم ياسين أولغشيم، ثانوي الزرقطوني. الأجواء كانت زوينة، الحراسة كانت مشددة الصراحة، والامتحان كان في المتناول ديال الجميع. دوزنا الفيزيك عشية عندنا لونغلي، الفيزيك كان زوين الصراحة، ان شاء الله لونغلي حتى هو يكون داكشي بخير. اساتذه كانوا زوينين، كاع الاساتذه دوزنا عندهم العام كانوا زوينين، و تنوجه لهم الشكر من هنا، شكرا لكم كاملين، و تنبغيوكم.